اصل انت ما تعرفش الزبيده بالنسبه لي تبقى ايه. فاكر فيلم يوم من عمري؟ فاكر. حدث بالفعل. ده ايه بقى اللي انا فيه ده على الصبح؟ نعم يا سي عبده، تفرق ايه زبيده ثروت عني؟ بص كده يا حرس واحكم. ما تفرقش كتير ياما، هي عينيها سوده وانت عينيكي خضره، هي شعرها خشن وانت شعرك ناعم، هي صوتها معفن وانت صوتك كروان ما شاء الله. شكلك بتهزق امك يا حورس صح؟ انت فعلا عيل مش متربي، انا سايباك وماشيه. مش متربي ازاي؟ ايه رايك بقى ان انا تربيته عجباني جدا، واد بيفهم. عايزك النهارده ما تتاخرش على الكافيه، انا اتفقت مع المعلم عرنوبي وخدت منه عربون، عاوزك تعمل لي وصله النت عشان نتفرج على الماتش بتاع محمد صلاح، اوعى تتاخر. انت عارف محمد صلاح مين يابا؟ مدرب الزمالك. مدرب الزمالك؟ هيلعب في روما النهارده. وضعيه قتال ايه؟ انت فاكر نفسك رايح تحارب في داعي؟ خير جزمه حالف يمين طلاق ثلاثه، ما حد يفتح المحل بتاعه ولا يسترزق الا لما تروحوا تعتذروا له. وصاحب الكافيه حالف عليا لازم اخدك من ايدك وتروح تعتذر له. احنا فعلا لو اتكلمنا معاه عقل عقل مخ مخ هياخد ودي معانا بشكل ودي. بس يا اقعد يا جدعان، خير جاز محلها بشكل ودي ايه؟ ده مش معيد مجهز لكل واحد فينا عبود، بس المره دي مش هيعلقنا عليه. امال هيعمل ايه؟ افهم انت بقى حبيبي. مش رايح يعني مش رايح. ما تسكت بقى يا ابن الكلب ده. اسكت يا ابن الكلب يا جزمه. المنطقه كلها حلفة كلب كلب انهم يروحوا يبلغوا عنك وانا اولهم. يعني احنا لو رحنا اتاسفنا له وعمو زيزو هيسامحنا؟ هو قال كده. طيب يا جماعه انا ما عنديش مشكله خالص اعتذر له، المشكله كلها في صاحبنا اللي خايف. انا بخافش اكونه، ما بخافش يابا. واسمعها مني بقى، اعتني عمرا وارميني البحر تايلك يا جزمه. يا نهار اسود، ده الواد سخن بجد، انا اروح الحق. استنى هنا، رايح فين؟ انا كان لازم اجي معاكم، بس انا مش هروح بالجلابيه، لازم البس فورمال. فورمال ايه يا عم زيزو؟ انت رايح تقدم في القريه الذكيه؟ يلا يا عم. انا هستنى يا عم. ما تستنى، احنا هنتفسح. يلا مش عايز اروح. يا سيد قول لي كده يا صاحبتي، انت هتتاخري؟ نعم هتاخر. انت ازاي تسالني سؤال زي ده؟ ده انا بابايا ما بيسالهوني. انت شكل ابوك ما عرفش يرد. تهبل، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يعني اصل انا يعني لما مؤاخذه يعني اقرب وعبيط، وانت يعني مش حاسه بيا خالص. طب انا اسف، انا ما اقصدش. طب هتتاخري ولا ايه؟ 10 دقائق ساعه. 10 دقائق ساعه؟ انت مريضه ولا ايه؟ الاوقات عندك ايه؟ خدت جرينتش ولا انت ماشيه بايه؟ مش هتاخر. طب بعد اذنك بقى 10 جنيه عشان اعرف اركني كويس. ماشي. قد ايه ده؟ استغفر الله العظيم، انت رقاصه ولا ايه؟ رقاصه شكلك. ماشي شكرا. ركني انت نفسك بقى عشان عندي شغل انا. ماشي؟ يلا سلام. هشيت هشيت. يعني انت ما عرفتش ان العروسه بتاعتك بتشم بودره مع اوزو وقاعده مع سعيد مشابك وساكنه عند حلميه اللفافه وما عادش عارف بيحصل فيها ايه وقرفان من الوحمه؟ ما بحبش الوحمه. عارف لو كانت فراخ كان مات. ما هو يا عم جزمه يعني الوحمه دي ليها زبونها ولا ايه يا عم عبد العزيز؟ ايوه فعلا، انت لو اتكيت عليها في التسويه ورشيت على الوش كده سواد وهارات ورقه لورا هتبقى في بقك زي الملبن. انت بقى من حديد يا بقول لك ما بحبش الوحم. تمام، يعني احنا كده قدام زعروره دراعك اليمين اهو، احنا كده عدل وامان صح؟ مفيش حاجه. امان بس ما عدا ال 10,000 جنيه. يعني ايه؟ ال 10,000 جنيه دول تمن الفرح اللي انتم بوظتهولي. انا الكلام ده ما ياكلش معايا خير يا جزمه، انا سكتك من الصبح عمال تقول فينا كلام وتقول فينا وقاعد. جرايا حاره القبطان يا شويه نسوان، واللي معاه يتورط يبقى في عمره بيفرط. يلا لفوا حواليه، لفوا حواليه. ايوه اهلا بالخرفان. ايوه دب فيهم دلوقتي، ما تخافش يا بابا في منهم كتير. يلا اضرب. مش يفرح بظلم. تمام. دلدل شفايفك بقى، دلدل قوي. ايوه قلب الاسد يا رمضان. ابتدي رقص. برسلي انا مش مصدق نفسي ان انا شايفك، ده انت حلم حياتي. بس انا كنت فاكرك ان انت مت تطلع هربان في شبرا مانتي هنا يا ابن العفريته. طبعا ما يعملهاش الا بروسلي دي. انتوا كنتوا معاها في الحفل؟
الحفلة؟ أيوة كنا معاها، وكانت بصراحة يعني حفلة مسخرة، وكانت كلها مليطة وبنت سعادتك. ما تقول بقى يعني بنت سعادتك هو هيكمل يعني، كانت عاملة زي الربع جنيه الفضة وسط الميتينات، ولا حد كان بيعبرها، ده حتى الفجر ده قالت أنا كده اتأخرت يا جماعة. أنا أصلا مش عارف إزاي تودي بنتك الأماكن دي، إيه التربية الواطية دي؟ كانت رايحة عيد ميلاد واحدة صاحبتها. ثم انتوا جايين ترجعوا لي بنتي ولا جايين تدوني دروس في التربيه؟ احنا جايين ناخد المكافاه. نعم، انت مش قلتي اللي يرجع لك بنتك هتدي له 1,000,000 جنيه؟ وادينا لقيناها. طب وفين نادين؟ ما احنا هنديك العنوان بس انت ادينا الفلوس عشان لسه نقعد نعد الفلوس، اصل الابناء دول يلا ساعات بيسرقوا 10 15 جنيه في النص. ما احنا قاعدين مع الاغنياء اللي بيسرقوا. ولا انت وهو 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 اشمعنى هو وهو كمان؟ ايوه. ولا ايه دي طلعت بتحبي؟ ما تخافش الترابيزه طويله مستحيل توصل لنا. يا جدعان ده احنا في بيت السواحف ولا ايه؟ اقسم بالله وحياه بنتي لاقطع لحموك حتت وافرامه وارمي لي كلاب السكه مش الكلاب اللي بره. لا بقول لك ايه، ماشي يا بروسلي، واحد فيكم يكلمني بس. حضرتك انا اللي هتكلم، انا كونه العقل المدبر للشباب دي. ولا ممكن اجيب لك العنوان. الله ايه الريحه الحلوه دي؟ يالا بكتيريا. ما انت عارف ان انا بستحمى في السفر وفي عيد الحب. طب الله يحبك. وبالنسبه للاخ اللي ورايا، اقسم بالله لو قعدت وانت نايم تقول فيها يا راجل والحاجات دي هنزلك عند محمد نجم. اسمعوني بس كويس، في حاجه مهمه لازم تعرفوها. ايه؟ الاختراع ده لو نجح احنا هنبيعه لمصر، بس هنبيعه من غير ولا مليم. في شباب كتير قوي عايزه تشتغل مش لاقيه شغل، والبلد دي محتاجه مننا كتير قوي يا جماعه، لازم نعملها. صح. اسود صب جزمه جزمه. دور دور دور. اه دور دور. عايزين تسافروا من غيري؟ احنا مش متفقين ان انا اروح معاكم واركب معاكم الطياره؟ طبعا حط بنزين ونيجي. انت يا حريص هتعمل فيها ايه؟ منزل ايدي طييره يا عم، ما ينفعش تطير غير وانت لابس البدله دي. طب ما انا هجيب بدله زي ايدي ولا نعمل دي زرقاء ولا ايه؟ ما تقلقش هحط بنزين واشتري لك البدله واجي لك. ماشي انا مستنيك يا عم، بس هات 1,000 جنيه عشان نحط بنزين. لا لا ماشي، هخليني معاكم للاخر، هديكم ال 1,000 جنيه بس انتوا هتمضوا على الكمبيالات. على الكمبيالات. هنمضي على الكمبيالات. هات لي 1,000 جنيه. امسك يا معلم. ايوه فتش نفسك اهو، طالعين 1,000 جنيه بس اهو. ايوه هنمضي على الكمبيالات 1,000 جنيه اهو. يا ابني 100 100. ماشي يلا بقى هو المره. عصفورة ما ياكلهاش. بس دور انت. يلا دور. يلا تعالى. بسم الله هننجح. يا ابني عشان طايرين بالليل.